تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرات كلنا واحد، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين. احنا ولادك يا بلادي، بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. في إطار تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان بتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وكذلك عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. أشكر الرئيس ورجالة الرئيس كلها، اللي جالنا كراتين وجالنا شنط للمدارس، ويعودها عليه بخير يا رب. السيد الرئيس اللي بعت لنا مواد غذائيه لحد الغيط في عز الجو دوت، بالظباط الناس المحترمه، الناس اللي شرفتنا ونورت البلد وبيقولنا كتير، وقلنا في رمضان وقلنا دلوقتي، ودي الحفيدي شنطه. كل سنه وانتم طيبين، واحنا بنشكر الرئيس. احنا مصر ومصر احنا في كل صح، والحكايه مستمره من سنين. كنت قاعده انا واولادي وفجاه لقينا الصفات داخلين علينا بشنط لاولادنا للمدارس، ما كناش لسه جبنا لهم، واحنا بنشكره. وشرطه قويه في ظهرنا يا مصر، يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عاديه وقد المسؤوليه، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تمام شايل اسمها، وكل ليل شكرا يا ريس على الشنطة بتاعت المدارس، شنطة طيبة. بلدي دي التاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تمام شايل اسمها، وكل ليل. الإسهامات الفاعلة من الوزارة في دعم ومساندة المواطنين بخاصة في المناطق الأولى بالرعاية كانت موضع إشادة كبيرة وتقدير من مختلف الأسر المصرية، بخاصة المستفيدة من هذا الدعم. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كل سنة وأنتم طيبين وبالصحة والسلامة، ونشكر الرئيس. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. دايما فاكرنا الرئيس وبيدينا كل حاجة، والشنط اهيت مع اولادي وخدنا كراتين. نقول له ربنا يبارك لك يا رب، جاب لنا عيالنا شنط المدرسة، واحنا بصراحة كل سنة في الميعاد دوت بنستنى ناخد شنط عيالنا، وربنا يبارك له يا رب زي ما هو مهتم بينا. وكل الاعياد ما بتسيبناش خالص، في الاعياد ومناسبات ودي لعيالي حاجه المدرسه واشكره. دايما الرئيس فاكرنا على طول وعمره ما نسانا، في اي وقت واي مناسبه بيجي برضو يوزع علينا كراتين على طول باستمرار. شاكرين قوي يا رئيس. انا اديلك عينيا وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. شكرا يا رئيس، كل سنه وانت طيب، دايما فاكرنا بالخير يا رئيس. احنا مصر ومصر احنا في كل صح، والحكايه مستمره من سنين، كل واحد فينا شرطه ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دين. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب. حاجه بسيطه كده يا سياده الرئيس، ليه الله يجعلك مكتوب عليكم يا رب. انا اديلك عينيا وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن كانت حريصة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها بمختلف المحافظات وفي أماكن إقامتهم، تعظيما للبعد الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية. هدية السيد الرئيس ومدرس. ربنا يديك الصحة يا رب. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هنديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. دي هدية السيد رئيس الجمهورية. كل سنة وانت طيب، محتاج أي حاجة؟ الله يخليك. وبلدي دي التاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل
شايف اسمها. كل سنة طيبين. طيب ربنا يخلينا فيك. ربنا يخليك. بطلتنا اللي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان وبلدي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل ليل بطلتنا اللي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان وبلدي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها. دعم وزارة الداخلية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً لا يتوقف، بل هو دعم متواصل في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بكل المحافظات. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها لنا كل فترة من فترة لفترة على دخلة رمضان على دخلة العيد على دخلة المدارس. كنت محتاجة شنط لأولادي للمدرسة وكنت محتاجة كراريس وكنت محتاجة أقلام وكنت محتاجة لهم حاجات كتير والحمد لله إن المبادرة بوفرت لهم الحاجات دي النهاردة. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب في كل ليل بطل تمن اللي شايل اسمها وكل ليل فجر. نشكر سيادة الرئيس ونشكركم انتوا جايين من اخر الدنيا لينا واحنا فرحانين بيكم. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا الجميلة دي وربنا يخليك لينا. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر كلنا مؤمنين بحبها.